وبتقديم برمجية أخرى من برمجيات جوجبرا، والأمر يتعلق هنا بمبرهن الطاليس. دونك سبق لي أن قمت بتقديم برمجية تتعلق بهذا الدرس، دونك مبرهن الطاليس، إلا أنه نزولا عند رغبة أحد السادة الأساتذة فإنني قمت بإنشاء هذه البرمجية التي تعتمد على حساب النسب، دونك لا تعتمد على المساحة، وهي برمجية مبسطة فقط. دونك هنا نجد لي تخوا كونفيغوراسيون ديال طاليس، دونك الأشكال الممكنة. كاين الشكل الأول، دونك عندنا مثلث أ بي سي، و إم تنتمي إلى القطعة أ بي، و إن تنتمي إلى القطعة بي سي. دونك هنا ما يمكنكمش تغيروا النقاط، دونك لا يمكن الضغط على، دونك قمت بحذف هذه الخاصية، دونك لا يمكن الضغط على النقاط أو تحريكها هنا. كذلك هنا دونك يمكننا الحالة الأولى، النقطة M تنتمي إلى القطعة AB. الحالة الثانية هنا النقطة M توجد خارج القطعة AB، دونك M لا تنتمي إلى القطعة AB. والحالة الثالثة هي الحالة ديال الفراش التي نعلمها. دونك في هذه الحالة دونك تركت هذه الخاصية مفعلة، دونك خاصية تحريك النقاط، حتى يتسنى لنا هنا تغيير هذه النسب. دونك اون فا كالكولي لي تخوا رابور، دونك هنا سنحسب ام على اب بي. دونك لاحظوا معي هنا، دونك يمكنني استعمال هذه الزلقة لتغيير المسافات وتغيير مكان النقطتين ام و ان. دونك الاشارة بطبيعة الحال هنا المستقيمان ام ان و بي سي هما مستقيمان متوازيان في كلتا او في جميع الحالات التي تظهر هنا على الشاشة. هنا المستقيم ام ان يوازي بي سي، هنا كذلك بي سي و ام ان متوازيان، وكذلك في الحالة الثالثة ام ان و بي سي متوازيان. دونك قلت بأن هذه الزلقة ستمكنني من تغيير مكاني نقطتين M و N، وإذا قمنا كما نلاحظ هنا، إذا قمنا بتغيير مكان نقطة M ومكان نقطة N فإن هذه النسب تتغير. دونك AM على AB، دونك سنحسب هذه المسافة AM ونقسمها على AB، دونك سنجد 0.74 مثلا، ونأخذ المسافة AN ونقسمها على AC سنجد نفس النسبة 0.74، وإذا قسمنا MN على BC سنجد كذلك نفس النتيجة. يمكننا أن نغير هنا عن طريق هذه الزلقة، كما يمكنني هنا لاحظوا عندما أقوم بتغيير مكاني النقطتين B و C. دونك قلت بأن هذه الخاصية مفعلة في هذا الشكل فقط، هنا لا يمكن تحريك النقط في الشكل الأول وفي الشكل الثاني حفاظا على البرمجية بطبيعة الحال. دونك هنا يمكننا تغيير، قلت باستعمال هذه الزلقة، إلا أن هناك ملاحظة مهمة نلاحظها هي أن هذه النسب متساوية. دونك هنا افيشي بلوس دو ديتاي، دونك هنا هذا الزر هذا سيمكنني من اظهار مجموعه من الملاحظات. دونك الملاحظه الاولى هي ان هذه النسب هي نسب متساويه، دونك هذه النسب بثلاثه وهي نسب او النسب الثلاث هنا هي نسب متساويه، لقد كتبتها هنا لي تخوا رابور سونت ايغو. هنايا هنا قمت بتلخيص هذا التساوي، تساوي هذه النسب في جدول. دونك هنا عندنا اطوال المثلث ام ان، أطوال أضلاع المثلث AMN، دونك اللي هي AM و AN و MN، الضلع AM و الضلع AN و الضلع MN، وهنا لدينا كذلك في السطر الثاني من الجدول أضلاع المثلث ABC التي هي AB و AC و BC. دونك بطبيعة الحال هذا المثلث يمثل وضعية تناسبية، دونك سو طابلو بريزونت اون سيتياسيون دو بروبورسيوناليتي. دونك لا بروبورسيوناليتي سبقت لنا تعرفوا عليها، هذا يعني بلي ان عدد السطر الاول في هذا الجدول وعدد السطر الثاني عدد متناسبة. دونك ان سيغ ا بي، اذا قمنا بقسمة ام على ا بي سنجد ان على ا سي، ثم سنجد نفس النتيجة اذا قسمنا ام ان على بي سي، وهذه هي النتيجة التي نستعملها في مبرهنة طاليس، هذه هي النتيجة التي نحصل عليها اثناء تطبيقنا لمبرهنة طاليس. دونك نتمنى ان تستفيدوا من هذه البرمجية، دونك كانت برمجية تتعلق بمبرهنة طاليس، وإلى برمجية مقبلة بحول الله.